الحقيقة أنا بأكد على أن الجامعات بكافة مؤسساتها بتساهم في هذه المنظومة، وبشكر الزملاء في جامعة طنطا الحقيقة اللي قاموا بدور كبير في هذه المنظومة، مؤسسة حياة كريمة برضو بدعمها معانا لأداء هذا الدور. النهاردة شفنا برضو توقيع العديد من البروتوكولات على هامش هذا المنتدى لتأكيد دور التعليم والبحث العلمي وربطه مع الصناعة وكافة المؤسسات، وصولا إلى تحويل ابتكارات والأبحاث إلى منتج وطني نستطيع أننا نوطن الصناعة الوطنية. وشفنا على هامش هذا المنتدى النهاردة إزاي بنكتشف المواهب والمبدعين والمبتكرين من الطلاب. شفنا النهاردة العديد من المشروعات الحقيقة طلابنا في جامعة طنطا اشتغلوا عليها، وعارفين قد ايه دلوقتي الجامعة بتساهم بتمويل ورعاية هؤلاء المبتكرين لتحويل هذه الابتكارات إلى منتجات من خلال مفهوم ريادة الأعمال. وده الحقيقة جهد بيشكر عليه الرئيس الجامعة والسادة النواب والسادة عمداء الكليات. الحقيقة المؤتمر السادس اللي بتعقده جامعة طنطا بهذا الخصوص بيهتم اهتمام بالغ بدور الجامعات في التنمية المستدامة للدولة المصرية، والانتقال إلى جامعات الجيل الرابع تحت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها معالي وزير التعليم العالي الأستاذ دكتور أيمن عاشور في مارس الماضي، وكيف يمكن أن تتوافق الجامعات مع الصناعة وتحول الأفكار الابتكارية إلى منتجات صناعية بالفعل تستفيد منها المجتمع المصري وتقلل من فاتورة الاستيراد، في نفس الوقت اكتشاف الموهوبين والعباقرة اللي موجودين في ما بين طلابنا سواء في الجامعات أو حتى في المدارس. المبادرة مبادرة جيدة جدا، وهذه الدعوة ليست الأولى ولكنها بقى لها أكثر من مرة، وإحنا طبعا سعداء جدا كمجلس نواب وكاتحاد عام جامعات الأهلية نشارك، خاصة مبادرة حياة كريمة دي مبادرة يعني هتغير يعني وضع أكثر من 60 مليون مواطن مصري في أكثر من 22 محافظة في أكثر من 4500 قرية. النهاردة طبعا مؤتمر بيئي، فنركز طبعا في الندوات البيئية للطلاب ونعرفهم يعني البيئة عندنا إزاي نتعامل وإزاي نحاول إحنا على قد ما نقدر اللي إحنا يبقى في بيئة كويسة يعني. احنا مبسوطين جدا بالمشاركه هنا، بحس ان هم بيدعمونا قد ما يقدر، هم جابوا لنا دعم مالي وغير اللي هم بيدعمونا بفلوس بفند بافكار، يوفروا لنا فرص ان احنا نطلع في حاجات زي دي، نقابل شركات زي دي، نعرف شركات مختلفه، بحس ان احنا نقدر نوصل قد ما نقدر في فكرتنا لاعلى لاقصى حد. احنا عملنا منظومه انتاج بايو ديزل وجليسرول، منظومه كامله بتنتج حوالي 40 لتر وقود حيوي وحوالي كيلو جليسرول في المرة الواحدة. أنا عملت مدينة اسمها سمارت سيتي، أنا سميتها كده عشان كل حاجة بتقوم فيها على الاستدامة والبيئة النظيفة. يعني أنا عملت طاقة شمسية بتحاكي الواقع، ودي شفتها في كلية هندسة، هي وطاقة الرياح. وكمان عملت بدل السلات الكمامة اللي هي بتهدي البيئة، عملت مكان اللي هو بنحط فيه المواد المخلفة بتطلع لنا أماكن حاجات ممكن نعمل فيها في الصناعات.